فيا رب اجعل كيدهم في نحرهم وشغلهم بمرضهم. ولا كنت انا بصح تندير هادشي فيا ربي بين الحق. الا كنت يا ربي راضي على هاد الاعمال اللي تندير فانصرني، حيت انا باغي نزيد نفرح لك العباد ديالك ونفرح لك الناس ديالك يا رب العالمين. ولا ما كنتيش انا هاد الاعمال تتشوفها ربي انت من انا ما تنديرهاش بوجهك، فيا ربي حبسني ودير لي سبب فين نحبس باش ما نزيدش لقدام اخوتي العزاز. سلام زوينات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين، نتمنى تكونوا فرحانين ودوزتوا العيد بخير وعلى خير الحمد لله يا ربي. كيف دوزنا كاملين الحمد لله. بوينو جيت نهضر على واحد الموضوع شوشني شويه وعطاني الفضول. بوينو انا نقول لكم شكون هو؟ يوسف الزروالي. علاش؟ راجل مسكين اللي شفت انا في الفيديوز، انا ما شفت ني ورق، ما شفت الناس، يعني انا اللي شفت في الفيديوز واللي كنعرف عليه، اللي كنعرف يعني اللي سمعت عليه باللي راجل كيعمل الخير وكيعمل بزاف ديال الحاجات المغاربه ديالنا. يعني الناس اللي شفت الفيديوز ديالهم، يعني شفت الصراحه الله بقى فيا بزاف علاش الناس كيقولوا عليه نصاب. عطيوني شي دليل باش انا نحس بديك الراجل باللي هو نصاب. عطيوني شي دليل باللي ديك الراجل كتقولوا عليه نصاب. عطيوني شي ورقه باش نشوف ديك الراجل باللي هو كيعطوه الناس الفلوس وهو كيخبع النص ويعطي النص. واش راجل كيشري ويبني ويعطيهم الفلوس في يدهم هذا نصاب؟ ما فهمتش. واخا سيدي حنا نقولوا باللي ديك الانسان سيدي باللي هو كيدي واحد النسبه بديك الفلوس، اويلي استغفرت الله. واش الراجل ما يديش الفلوس ما يخدمش؟ هذيك خدمه حنا نحسبوها عادي، ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها حتى مشكل. لو هو بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، واش ربي كيسمح للخلقه غادي نتينا تعاتبو؟ اويلي علاش؟ انا بعدا واحد الحاجات كيدخلوا لي في راسي ما عرفتش علاش. كاين الواحد كيكون شاد طريق باللي كيقول باللي اسيدي انا كنعمل الخير، كنعمل الحاجات. يعني واحد مساله سمعت انا اللي شفت الفيديوز اللي كنت كنشوفهم صراحة الله، راجل دا مشى دخل على الناس عباد الله، دخل على الناس بواحد الطريقه جبرو ما عندهمش ما ياكلو، ما عندهمش ما ياكلو عباد الله. وقف معاهم مشى عمل لهم فيديو وصل محمد السادس الحمد لله يا ربي وصل ردولهم، ومشى لواحد شي رئيس ديال الحومه فين ساكنين هما وعيطون ديك الولد ومشاو وبنا لهم الدار، عمل لهم يعني عمل لهم السخره ديال شهر وعطاه الفلوس في يده. عاوتاني مشى عند واحد الحاله اخرى جبر البنت كتبكي عباد الله، جبر البنت كتبكي. باش كتبكي؟ كتعرف باش كتبكي؟ بالجوع مسكينه ما عندهاش ماماها ما تعطيها، كثر من هذه كتاكل التراب. غير ديك الحاله المغرب كاين الناس، حنا صحابنا المغرب انا كنهود من طنجه كنشوف داكشي الناس الحديد مخير، الديور غير كيطلعوا داكشي اوروبا بحق. كاينه مواطع الناس باقين كيموتوا بالجوع، البنات والرجال اللي كيشوفوني باقي الناس كيموتوا بالجوع. وهذيك الانسان اللي كان كيقول عليه بلي هو شفار مول كاسكيطه، قال لك بلي هو شفار وعملو ترك فعالو ترك، كان يبيع هذاك يوقف له مع مراته. أمول كاسكيت عطينا شي دليل، عطيك ستر عطينا شي ورقه باللي كيقول باللي ديك الكاميرا اللي كانت غتبيع مراتك من دخلتي الحمد لله من خرجتي بخير وعلى خير بعدا، عطينا شي دليل باللي كتقول باللي يوسف الزروالي ما عطاش الفلوس كاملين للزوجه ديالك. يعني خصنا نعرفو، يعني انا بالنسبه لي انا مع انا كنهضر شخصيا عليا انا، خصني نعرف واش هذاك الراجل بحال اللي كتقول عليه نتينا، واش الراجل اللي كيبني الجوامع وكيعاون الناس وعطى الناس يبنيو الديور يسكنوا عباد الله،
انا قلت لكم فحال ديك انا جد يعني كاملين ديك اللي تفرجتو كامل قطع لي في قلبي جرحني تجرحت علاش لان صافي لا سمحوا لي يعني وصلنا لواحد الحاله لان كاين الناس كيموتوا بالجوع وصل الجوع يعني واش الراجل حلف لكم في الجامع شوفوا هذا الفيديو معايا يعبد في الله سبحانه وتعالى قرب ليا هذا المسجد اول مسجد في الدوار واول حاجه تكون في اي مدينه في اي دوار هو مسجد يعبد في الله سبحانه وتعالى صور لهم المسجد كيفاش داير بالشليش ديالو بالاثاث ديالو بالقرص ديالو بالقران الكريم ديالو باي حاجه والفوق صور لهم تحت والفوق كاين مسجد النساء بالفراش ديالو بكل شيء خاصكم تتابعونا حتى ندور على كل شيء اخوتي الاعزاء سمحوا لي طولت عليكم وانا في بيت الله وتنقول يا رب العالمين الا كنت انا تندير هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ووجهك الجميل اللي ما تحرمنا غير يحرم شي مسلم منه فانصرني يا خير الناصرين ولكن يا ربي تندير هذا الشيء غير لوجهك ماشي ليك وانت تعلم ما في قلوبنا فيا ربي عكس لي هذه الشهاده ويا رب العالمين انا في بيت الله وفي هذا المصحف الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحلف يحلف بالله الا كنت ربي انا تندي فلوس الناس وتندي فلوس الايتام كما يقولون بعض اعداء الخير وجنود الشياطين فيا ربي اعطيني شي شهاده ما عمرك اعطيتيها شي واحد في هذه الايام ديال الحج في هذه الايام المباركه فيا ربي اعطيني مرض ما عمرك اعطيتيها شي واحد ولكن يا ربي انا صادق معك وانت تعلم انا تندير مجهود باش نفرح لك العباد ديالك وبعض يتهموني بعض القليل يتهموني بان يوسف زروي نصاب لا يهمني ضربوا في شرفي لا يهمني ولكن يا رب العالمين انت تعلم بانهم بداو يسبوا لي والدي لاعز حاجه عندي فانا تنوكلك انت تاخذ لي حقي فيا ربي اجعل كيدهم في نهرهم واشغلهم بمرضهم ولكن انا بصح تندير هذا الشيء فيا ربي بين الحق الا كنت يا ربي راضي على هاد الاعمال تندير فانصرني حيت انا باغي نزيد نفرح لك العباد ديالك ونفرح لك الناس ديالك يا رب العالمين ولا ما كنتيش هاد الاعمال تتشوفها ربي انت بانه ما تنديرهاش لوجهك فيا ربي حبسني ودير لي سبب فين نحبس باش ما نزيدش لقدام اخوتي الاعزاء شفتو يعني كيحلف في الجامع اخوتي بلي هو ما كياخذ حتى شي سنتيم مديك الفلوس تا سنتيم يعني كيفاش يعني بنادم غيحلب لك يحلف لك بيت الله سبحانه وتعالى يعني بيت الله فين كنمشيو نسجدوا ربي سبحانه وتعالى يعني كنسجدوا باش كن يعني كتكلموا مع ربي هو غيكذب علاش غيكذب لو كان غي يعني ما فهمتش ها هو كذب بينو بين ربي سبحانه وتعالى واش هتجي نتينا اللي خلقك ربي غتعاتب مع واحد اللي هو بينه وبين ربي خاي دابا نتينا قاو طلع عند ربي سبحانه وتعالى ويسمح له عادي ما كاين حتى مشكل ولكن حنا في هذا الزمان كيف رجعنا حالتنا حاله صراحه الله قلت لك ما نعرفش مني هادي احسن مني هادي احسن مني هادي قل مني هادي نطلع عليها هادي ما نطلع عليها واه ويلي استغفرت الله عمل شي حاجه يعملها الله يجيب له التيسير انا بالنسبه لي كنضرب لك تشاب وخي ديالي كنضرب لك تشاب وعلاش لان شفتك في واحد الحالات راه بزاف ديال الناس راه ما يعملاش والله ما يعملها انك تينا جلستي معاهم عشتي مع يعني شفتي ديك الحاله انا تألمت انا تجرحت من تحرقت ماشي تجرحت يعني تجرحت واحد الحاله واحد ماساه غير شفت الفيديو يعني خايل نتينا راه كنتي عايش معاهم يعني كنتي داخل يعني دخلتي للدار ديالهم وشفتي الحاله ديالهم وشفتي راه الخبز كان كارم اخوتي راه دخلنا عند نجبه الخبز كارم يعني الام ضربت شي مشه وديك المشه ما كانتش نورمال يعني كانت مسكونه وضرباتها وحمقات ومشات طجت شنو غتعمل هو مشى وقف معاهم غير هادك اولا دخل فرحه على الاولاد دخل فرحه على ديك الوليدات كيفاش غتحس يا ربي الحبيب يا ربي رزقنا يا ربي باش نعملوا داكشي
يعني بنادم كي على زعمك علاش هو كيعمل كتعرف علاش كيعمل ديك الفيديو باش ماشي هو كيبين ولا كيعمل الشهره لا راه هو علاش كيعمل ديك الفيديو باش نشوفوا حنايا اللي ملبقين حنايا اللي ملبقين كناكلوا مزيان ونخرجوا مزيان باش يتحرك فينا ديك الاحساس ونعيطوا له علاش لانه هو كيوقف معاهم ولكن في هذا الزمن هذا شحال ما عندك خصك اكثر شحال ما عندك الفلوس خصك اكثر خصك تهز الدنيا نادم كيكون باخر مع راسو كيقول لك انا ما عنديش شي علاش لانه هو خصو اكثر يعني هو خصو اكثر ما خصوش هل انا ما نكذبش عليك انا كنت عصب كنت نغوت وما خصنيش نوصل لديك الحاله علاش لانه ديك الشيء وصل لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اي والله زعمك محمد السادس خصو يرد شويه البال الناس ديالو ديال المغرب ماشي مدن يعني كبارين مدن كبارين راه معوطين طنجة تقلبات رجعت ما شاء الله عليها رجعت اوروبا فيلات وعمارات وطرقان وحده طالعه من هنا كنمشي كنتلف ما كنعرفش فين نهار اللي مشيت انا وراجلي راجلي كره الدنيا تما من قوت فوق طلع فوق طلع هنا 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 مشيو للبوادع عباد الله بداوي بدا بالجبوله كنعيطو لهم حنا الجبل هادوك اللي مشو شوفوا شنو كاين تما عباد الله انا بعدا ما نكذبش عليكم يا ربي رزقني باش نمشي شويه لا باش تعطي الصح باش تعطي الفلوس حاحين باش كتحس براسك باللي انتي عملتي شي واحد شي حاجه اما غير داك التفاتف ما هادوك ما كيتحسبوش خصنا الصح الصحيح باش كتقول وبينك وبين ربي سبحانه وتعالى ما تقولش انت انا كتعمل لا لا هذاك الانسان علاش كيوري كتعرفوا علاش لان كيوري كيقول لك باللي ان يعني صردوا له كينزل لكم ديك التليفون ديالو وديك الرقم ديال البنك الحساب ديالو الحساب ديال البنكه باش تعاونوا الناس ما كتعاونوش هو كتعاونوا الناس اللي كيمشي عندهم ويشوف ديك الحاله ديالهم ويعاون هذا ويعاون هذا يا ريس كان في المغرب غير عشرة منه غير عشرة منه عباد الله يمشيو من البداوي الجبوله ويلي سخف الله يعني كان يمشيو غير ديك الجبوله يعني العروبيه اما دابا الجبوله ديال الشمال شويه بداو كيطلبقوا شويه يعني كيهاودوا يعني كيهاودوا طنجة ولا يهاودوا الشاون ولا كيهاودوا تطوان يعني بنادم كيشوف كيلبق راسو هذيك العروبيه يعني الداخل الداخل اخوتي الداخل لان مساكن داك الشلوح وداك الشيء لان ما كيخرجوش اخوتي لان كيفاش غتخرج انت ما عندك ما تاكل عباد الله ما عندك ما تاكل وغتخرج كيفاش الحوايج ما كيكون عندهم حوايج يا ريت عباد الله يا ريت زعمك يا ربي يرزق ما نكذبش عليكم زعمك ربي يرزقني هايدا يكونوا عندي فلوس صحاحين يعني ملاين ملاين يكونوا عندي ملاين هايدا نحط نهز ونصرد علاش لانك كتشوف خوتك ما كتشوف خوتك حباب يعني هذاك يعني بلادك يعني هاديك واخا حنا ما بقاش كيعجبنا حنا المغرب اصلا ديك الشيء اللي كيوقع فيه وديك يعني انا قلت لكم لو كان منه غير 10 من ديك الراجل راه كنا نكونوا عايشين مزيانين في المغرب لان بقينا كنسمعوا بزاف ديال الحاجات في المغرب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لان انا ما كيعجبنيش نضرب في هادشي لان ما كنعرفش بزاف السياسه لان ما خصنيش نضرب في السياسه انا كنهضر غير على هاد الراجل يوسف الزروالي خويا كنتمنى تسمع هاد الفيديو ديالي وتبارك الله عليك وزيد القدام وكنتمنى نتلاقاك ان شاء الله انا عامله بالي ان شاء الله دابا نتلاقاك ان شاء الله يا ربي الحبيب ولقينا بالروح هاي قلبي كيحرقني قسما بالله شنو بغيت نقول لك ربي ربي يكون معاك وربي يخليك تكون قوي ما تسمعش الصداع ديال طاطا طاطا طا ديك العباد الله اللي كي بلبلة بزاف هذيك اللي كتسمعوا قال لك الجرو اللي كاين البحر ما كيعاتش ما تسمعش ديك بلبلة ديالهم ما عندك ما تعمل بها زيد القدام ما تدورش اللور قدام هادي هادي تعلمتها غير ماشي بزاف ما نكذبش عليكم كنت حماره حق الحمد لله يا ربي الحبيب اللهم مالك الحمد كنت كنشوف قدامي مكنتش كنشوف اللور ديالي اللي مشى مشى كنشوف القدام وهذه كنتمنى تخي ديالي ما تشوفش اللور زيد
زيد القدام، لانك انت كتعمل الخير كتعملوه كيعملوه معاك الناس اللي كيسردوا لك. الحمد لله كاينه واحد الفئه، ماشي كاملين ولكن كاينه واحد الفئه اللي كيعاونوا الشعب المغربي. يعني كاينه حتى الناس يعني وقيلا من الجزائر حتى هما كيعطيو، يعني وصلنا حتى الناس ديالنا اللي يعني الحمد لله احنا عندنا الجزائريين، احنا يا خاوه يعني كيفاش نقول لكم، الجزائر وتونس والمغرب واحد صراحه الله، تزيد عليهم ليبيا، يعني احنا واحد، يعني ما عندناش الفرق مع بعض. حتى البلدان الاخرين ماشي نقول لكم زعما كتاب بلدان الاخرين الحمد لله ربي، ولكن يعني كتجينا الغيره على بعضيتنا، الغيره على بعضيتنا. ولكن احنا ملي كنوصلوا لبلادنا المغاربه، هاي المغاربه مع بعضيتهم، خصك غير يشوف اخر، خصو يشوفو كيطيح، ما خصوش يشوفو كيطلع. علاش؟ لانه هو خصو يطلع له فوق طهره، خصو يشوفو يعني فوق طهره. ايوا شنو نقول لكم اخوتي، اسمحوا لي على الغوت هذا، لان داكشي اللي كان بزاف الحاج عندي في قلبي، ولكن لان ملي شفت الفيديو قلبي حرقني بزاف، ما خصنيش يجي الفيديو طويل اخوتي، سمحوا لي بزاف. وكنتمنى يا ربي الحبيب تساعدوا هاد الناس هادو. يوسف اخاي شنو نقول لك، زيد في طريقك، وبزاف الناس كيضربوا لك تشابو، ماشي غير حنان بلوك، ماشي غير انا، كاينه بزاف الناس، كاينه بزاف الناس راه ما كتعرفهمش نتينا، كيدعيو معاك بالصحه والسلامه وطول العمر، وزيد في المسيره ديالك اخاي هيدا، ما تدورش اللور، زيد قدامك. انا شفت فيديوز ديالك ما شاء الله عليهم، كتعمل الخير اخاي، كتعمل الخير، برافو ليك. يا ريت كانوا 10 منك في المغرب واجي تشوف شنو كيفاش كنا غنكونوا، يعني الصوت ديالك غيوصل للملك، وديك الناس حتى هما غيوصلوا للملك، والملك ديالنا ما غيبقاش يسمع عندك الناس اللي قدامه كيقولوا راه كلشي مزيان. انا غنبدا نزنزن والله العظيم غنبدا نزنزن. يوسف اخاي تهلا في راسك، والقدام ما تشوفش اللور، وبيبا يوسف الزروالي، السلام عليكم، تصبحوا على خير.